هل يجوز للرجال ضرب الدف والطبل في العرس؟ لا، لا يجوز. الأصل أن الطبل والدف أنه من اللهو، وقد أبيح منه للنساء ليلة الزفاف لأجل إعلان النكاح، أبيح لأجل إعلان النكاح للنساء فقط فيما بينهن أيضا، ولا يظهر للناس يسمعونه في الشوارع أو بواسطة مكبر الصوت أو المسجل، كل هذا لا يجوز، إنما هو صوت مجرد بين النساء ويقتصر على الحاجة فقط لإعلان النكاح. نعم.